والسحر في اللغة هو ما خفي ولطف سببه، والسحر هو عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلب والبدن فيمرض القلب والبدن، وقد يقتل المسحور ويفرق بين المرء وزوجه. قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال تعالى: من شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن.